بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جاي بتطبيق حلو كده، تطبيق لذيذ، تطبيق بيغير الاصوات. عشان من فتره انا في برنامج رحت بالنسبه للكمبيوتر اللي هو مورفوكس برو، اللي هو اللي بيتلعب بالاصوات، عجبهم البرنامج فقالوا لي يا ريت يكون منه في، يعني ينفع ينسى على التليفون او في منه للتليفون. فبصراحه انا قلت لهم بصراحه فيه، بس مش هيبقى بنفس الكفاءة بتاعة الكمبيوتر. فقلت لهم هديكو واحد تاني بس بينزل للتليفون وقريب منه بنفس الكفاءة برضك وكفاءته حلوة برضه، اسمه Voice Changer with Effects. ده انتم طبعا شايفين هي نفس الايقونة دي، ايقونة ميكروفون وبيضحك. وفي برنامجين تانيين برضك هشرحهم برضك للتليفون، ويبقى كده عندكو 3 برامج للتليفون. طبعا هنيجي نفتح البرنامج ده او التطبيق ده. طبعا دي الواجهة الرئيسية زي ما انتم شايفين كده. هنا في 3 شرط، بيقول لك هنا سيف ريكوردينجز اللي هي التسجيلات، ما تيجي تسيف الريكوردينج او التسجيلات اللي انت سجلتها. هنا لو حبيت انزل افكتات تانية زيادة عن الموجودين مع البرنامج نفسه او التطبيق. هنا الموف ادس، يعني مسح الاعلانات او حذف الاعلانات. مثلا انت لما تيجي موصل الواي فاي يطلع لك اعلانات ولا حاجة، ده يلغيها لك. بس لما تيجي تشتري البرنامج هنا، لما تحب تدعي اصحابك او كده، هنا ما تحب تدخل عليهم وتعمل لايك تتابعهم على الفيسبوك. هنا دي الاعدادات، ومن هنا حاجات معلومات عن البرنامج وكده. هنيجي نخرج هنا زي ما انت شايف هنا الايقونة دي، هنبدأ بقى ندوس عليها. لو انت حبينا نسجل كده عادي، صوت عادي كده الاول، زي ما انت هنا شايف بقى عمال يعد هنا اهو، ودي المايك عمال يتحرك معاك على اساس ان انت لما تيجي تتكلم ولما تيجي تسكت تلاقيه هو سكت معاك ما يتحركش. انا دلوقتي كده بعمل تيست تاني عموما، يعني ماشي. دلوقتي خلصت، دي الواجهة الرئيسية او الواجهة بتاعت الافكتات. زي ما انتوا هنا شايفين في حاجات كتير قوي، بيقولك هنا تحت خالص get more effects، يعني لو انت عايز زيادة عن دول. دي اول حاجة هنا النورمال اللي هو صوتي العادي، هنيجي نسمعه دلوقتي. ما اعرفش بقى هو مسموع عندكم ولا لأ. انا عملت ايقاف للفيديو عشان اتأكد بس لو مسموع فعلا معاكم ولا لأ، ودلوقتي كده بكمل تاني. هنيجي بقى نكمل. فعلا لقيتهم، يعني هو مسموع إلى حد ما يعني. دلوقتي هنبتدي بقى على نفس الإفكت اللي احنا أو الريكورد اللي احنا سجلناه ده، هنبتدي بقى نجرب على بقى الإفكتات التانية بقى اللي هو اللي تحت النورمال بقى أو حاجات كده. هنختار مثلا ولليكن اللي هو الهيليوم. يعني بسم الله ما شاء الله صوتي يضحك زي الفل، يعني صوت بصراحة فل. نختار بقى الروبوت. اهو ده بقى يبقى حلو قوي قوي بقى لو في الانجليزي، لما تيجي تتكلم انجليزي تبقى معاك فل زي اللي احنا بنشوفه في الكرتون وفي الافلام والحاجات دي الأجنبي والحاجات دي، هيبقى حلو قوي. نختار مثلا وليكن هو الكهف. نختار وليكن لا، ده بقى اللي هو باكوردز، ده اللي هيجيبك من الآخر للأول، يعني هيجيبك الكلام بالمشقلب من الآخر للأول. احنا كل ده بيجيبوا لك من الاول للاخر، لا ده بقى هيجيبوا لك من العكس زي ما انت شايفين الايقونه جايه عامله ازاي العكس.
حتى بص شايف الشريط ماشي ازاي اصلا اهو ماشي العكس، وهكذا. في حاجات بقى كتير بس مش عايز اجرب عشان في افكتات تانية كتير يعني، فعايز بس مش عايز اطول في الفيديو يعني. هنختار مثلا وليكن اي مؤثر من اللي احنا عايزينه من دول جنبه التلات نقط دول، هندوس عليها زي ما التاني اللي شايف مديلك تشيره على طول على بالنسبة للواتس فيس اي حاجة انت عايزها، واتس فايبر اي حاجة انت من اللي انت عايزهم موجودين، اي تطبيق من اللي عندك مش حابب من غير ما تسيبه يعني ايه يعني، ده هتسيف على طول من نفسها وتتبعت على طول دايركت. المهم عايزين مثلا مش عايزين نبعتها على طول، هنا تاني واحدة على طول سيف ريكوردينج اللي في الاعدادات اللي من فوق من هنا اللي احنا قلنا عليها اول واحدة اللي هو سيف ريكوردينج، هتلاقي انها هتنزل فيها وهتتعمل لك ملف جوه في الفايل مانجر باسم البرنامج، وهتلاقي الملف موجود فيه لوحده عشان ما تقعدش تدور عليه جوه مثلا من الفايل مانجر والحاجات دي وتقول هو راح فين، هتلاقيه عملك فولدر لوحده من نفسه البرنامج نفسه عملك فولدر لوحده. يا اما تعمل صوت الكاميرا، انت طبعا انت عارف صوت الكاميرا العاديه اللي تك تك اللي هي الهبله دي اللي مالهاش لازمه دي، لا دي انت ممكن بقى تعمل حاجه معينه صوت معين انت من اللي عندك او اي حاجه وتعملها ايه الصوت بتاعها، او تعملها رن التليفون تليفون عام رن عادي مش شخص معين، لا هتبقى الرنه العامه العادي اللي على كله. يا اما تعملها على اشعار للاشعارات، اشعارات بقى رسائل بقى الاشعارات اللي بتاعت الفيس اي حاجه هو مش محدد، لكن وبيك من ده كان الاشعار يبقى ده الاشعار العام العادي. بس خلصت مثلا ندوس على سيف ريكوردينج مثلا، هنا مديلك الاسم النيم العادي انت حابب تغيره غيره، مش حابب خلاص انا مش هغيره مثلا ندوس اوكي. زي ما انت هنا شايف مديلك ايه ريكوردينج هاز بين سيفت شو ولا اوك، هنقول له مثلا وليكن شو، هتلاقيه جابه لك هنا في اول واحده من الاعدادات خالص اللي هي يا تشغل او تشوف دي فيها ايه، هي شير برضك الساوند الكاميرا التليفون العادي اشارات تعدل الاسم او تمسحه. طب انا مش عايز اسجل اهي، دي الاعلانات اللي بقول كنت بقول لكم عليها هي دي، لو انا شارج البرنامج كامل الاعلانات دي مش هتطلع لي عشان موصل النت كمان، لكن انت لو مش موصل النت عادي هيشتغل برضك ما تقلقش هيشتغل معاك برضو. المهم طب انا دلوقتي مش عايز اسجل، انا عندي حاجة متسجلة جاهزة وعايز ايه اعمل عليها التأثير ده. حلو، من هنا فوق في ثلاث شروط هتدوس عليهم، هيقول لك من هنا اول حاجة احنا دي مش عايزينها خلاص، بس كده عشان نتأكد كمان ان هي اتمسحت كلها كاملة لا ولا لا ولا لا، اهي عادي السيف اللي هو ريكوردينج يبقى كده مسح بس عشان يخرج من البرنامج، بس احنا هنا هنمسح هنا ديليت خالص. حبيت هنا تجيب اغنية هتجيبها من هنا امبورت وطبعا على نفس التأثيرات بس كده، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.